أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن مصر نجحت في مكافحة الإرهاب فكريا وأمنيا وعسكريا، جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الوزير في المركز الثقافي المصري بالعاصمة الموريتانية نواكشوط. وخلال المحاضرة أكد جمعة أن كشف زيف وأكاذيب الجماعات الإرهابية أمر أساسي، مشددا على ضرورة أن يكون الصف الوطني محصنا وعلى قلب رجل واحد ضد الإرهابيين وضد الاختراق، وأكد أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.